ياسين سيزيلون وانتم ونحن الشعب باقون، الشعب العراقي باقي. هذه قضيتنا الاولى ومطلبنا الاول، الكشف عن القتلة والمجرمين. ايها الاخوة الكرام، الكلام كثير وطويل، ولكن الصمت، الثبات، الارادة، الاصرار مطلوب. لا يحاولون يزرعون بيكم فتشي انه هاي احزاب وما تصير لها تشارة، ترى وترى علينا نعود، احنا صارنا شهرين. ابد، احنا اليوم في ساحة قتال، على نناظر حتى الموت، حتى الشهادة والانتصار. لا نعود ولن نرجع، ونعرف كل اساليبهم البائسة واليائسة، التهديدات وغيرها، ولكن والله لا يهم، لا يهم. الذي يضحي من اجل وطنه فهذا وسام شرف، وسام شرف كبير. اتمنى